السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. الأهلي المصري يخسر بهدف نظيف في مباراة التي أقيمت عصر اليوم مع سيمبا التنزاني، ويفقد 3 نقاط مهمة في مشواره الإفريقي. أما نادي الزمالك يتعادل بدون إهداف مع بطل السنغال، طبعا يفقد نقطتين ثمينتين أيضا، ولكن التعويض إن شاء الله الزمالك قادر في ظل هذه الظروف. معي في هذه الفقرة الكابتن مجدي سالم، مدير أكاديمية نادي الزمالك، قطاع نادي الزمالك بالقاهرة. أهلا وسهلا كابتن مجدي. أهلا بيك. مدير قطاع الأكاديميات بنادي الزمالك. أهلا وسهلا كابتن مجدي. أخبارك يا كابتن مجدي؟ الحمد لله. طبعا احنا نتكلم بس بسرعة كده عن قبل ما نخش في البراعم والأكاديميات ومدارس الكورة. عايزين طبعا مستوى الأهلي هذا في هذه المباراة، هو مستوى نادي الزمالك أيضا في هذه المباراة التي أقيمت اليوم. هو طبعا سواء كان الزمالك او الاهلي طالما تعادلوا، فرقه تعادلت وفرقه غلبت، طبعا ما فيش حد من جماهير الاهلي بيقبل النتيجه ديت طبعا، وكان نفسهم ان الاهلي يكسب والزمالك يكسب والكلام دوت. لكن انا اعتقد ان الماتشات الدوري اللعيبه دي مجهده او حاجه، في ضغط عليهم، في حمل عليهم زياده، ممكن يكونوا مجهدين. تشكيل برضو من برضو بتاع المدير الفني للفريق النادي والله يعني انا يعني في الناس بتعترض على التشكيلات والتغييرات والكلام ده، بس انا ما اقدرش اتكلم في كده، لان المدرب الفريق بيبقى ليه رؤيه خاصه، عارف، لا نعلم بها، ما نعلمش، ممكن يكون غير عشان حاجه معينه هو عارفها في الناحيه التدريبيه، شاف حاجه معينه فبيغير ده عشان هو ملم بيه اكتر. لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يعوضوا النتائج اللي هي فقدوا فيها نقط ديت، ويكسبوا الماتشات اللي جايه، ويمشوا في البطوله الافريقيه دي ان شاء الله. ان شاء الله. هو ايضا نادي الزمالك برضه يعني مباراه اليوم طبعا ظهور جنش والعوده لحراس مرمى نادي الزمالك طبعا، وظهر بمظهر جيد في هذه المباراه. طيب كويس، حاجه جميله، عشان في مشاكل شويه من ناحيه حراس المرمى في نادي الزمالك، فهو ظهر بمستوى طيب ومكانه موجود. ان شاء الله الماتشات اللي جايه كمان يعمل اداء كويس لنادي الزمالك ويحمي مرماه من اي اهداف ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مجدي، عايزين نتكلم بقى عن البراعم، ما لها وما عليها. أيوة. في ظل طبعا ندره المواهب، طبعا المواهب اللي اختلفت عن الاجيال السابقه. أيوة. كنا بنلاقوا الموهبه وبنرعوها رعايه تامه، وبنفرز بعض المواهب الجيدين للوقوف على مستواهم والترعرع في قطاعات الناشئين. اما في الوضع الحالي، ايه رايك في البراعم كمستويات ومواهب؟ لا بص، هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. زمان كان في مواهب ليه؟ لان كان في كره شوارع. كان في اللعب في الشوارع واللعب 4 ضد 4. كانت المواهب بتظهر عن طريق الممارسه واللعب 4 ضد 4، لان 4 ضد 4 دي من اهم الطرق اللي بترفع مستوى اللاعب في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. تمام. والتفكير والكلام ده. المفروض بقى الفتره اللي الحاليه دي لازم الاهتمام بالبراعم من ناحيه تعليم المهارات. في حاجات غلط بتتعمل، اللي هي مسابقات البراعم، اللي هو جو المنافسات. المسابقات اللي بتتعمل دي لسن 9 و10 و11 و12 ما ينفعش طبعا. والله يا كابتن احمد، انا في اكتر من لقاء كنت اقعد اتكلم، يا جماعه المراحل دي تعليميه، تعمل منافسه ليه؟ يبقى في حكم وفي نتيجه. وكان عندنا في المباريات في نادي الزمالك تبص تلاقي المدربين، الفرق لما بيجي يلعبوا عندنا تلاقي المدرب قاعد يزعق بره للولد، ولد صغير بيغلط، طب ما هو لازم يغلط عشان هو لسه بيتعلم. فالمسابقات دي يا ريت تتلغي. احنا الجيل بتاعنا كانت اول. طب نقترح ايه؟ شكل المهرجانات مثلا؟ بص هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. النجاح زمان كانت اول مسابقه كانت 14 سنه. واخد بالك؟ تمام. ما يعملوش الا مهرجانات، هو الانديه نفسها هتعمل مهرجانات. يعني لما يكون ما فيش الا اول مسابقه 14 سنه، انا كنادي الزمالك هستدعي فرق تيجي تلعبني او فرقتين، ونعمل مباريات داخليه في النادي والكلام دوت، ولاعب كل الاولاد عندي وما بقاش في ضغط. لكن اول مسابقه رسميه يعني تبقى على الاقل تحت 14 سنه. تمام. ويكون مفتوح فيها التبديل والكلام ده. لكن مسابقات في البراعم طبعا لا، ما ينفعش. دي مراحل تعليميه.
تمام. ما ينفعش المراحل دي تلعب مسابقات لانها في مراحل تعلم. تعلم المفروض المرعب ينزل يستمتع يلعب بحريه ما فيش ضغط عليه تمام. ويغلط. وبعدين المباريات دي بتحطه في مواقف هو لسه ما تعلمهاش. تمام. يعني واخد بال حضرتك ضغط 2 على 2 1 على 1 3 على 1 ضربه ركنيه ضربات ثابته في حاجات كتير البرعم مهارات كتيره لسه ما اتعلمهاش لان كل مرحله سنيه في محتوى مهاري وبدني خططي لكل مرحله سنيه. تمام. طب ازاي وهو الولد لسه بياخد اول محتوى مهاري وبعدين تعمل له مسابقه ما خدش الا المحتوى بتاع 9 10 11 و12 يعني طبعا النظام غلط. ويا ريت يا ريت يبقى في اول مسابقه تبقى 14 سنه اول مسابقه تخش جو منافسات 14 سنة. سنه تمام 14 سنه. طيب المدربين بقى لان طبعا واقفه هنا المدربين طبعا لان البرعم ده ما هو الا نواه حقيقيه ولسه حته عجينه الولد بتشكل. أيوة. تمام. فلازم الكفاءه التدريبيه من مدرب كفء مدرب فاهم مدرب عنده خبرات يقدر يستقلها لهؤلاء البراعم. فالظاهر على الساحه مع احترامي للساده المدربين يعني بيدوا له جو منافسات وبيغرس فيه جو منافسات من في هذا السن. بص هقول لحضرتك اتفضل. في اوروبا اللي بيدرب البراعم اكبر مدربين واكفأهم اكبر مدربين اللي هم عندهم الخبرات وعندهم الكفاءه والكلام ده. ما يجيش مدرب لسه ما خدش اي دوره تدريبيه او خد دوره تدريبيه واحده ويمسك براعم واخد بالك ده ما ينفعش ما ينفعش. وبعدين بيحصل ايه؟ احنا عندنا هنا في مصر لما يحبوا في الأندية يعاقبوا مدرب حطوا في المدرسة واخد بالك صح صح. يعني المدرسة دي عاملة زي الجراج يعني لا ولو لسه جديد يعني لسه بادئ التدريبات حطوا في المدرسة لا المدرسة دي المفروض أكفأ الناس يشتغلوا في مدرسة الكرة عشان المدرب لازم يبقى عارف المهارة دي إزاي تعلمها. في طرق للتعلم في كل مهارة مش مجرد أن أنا أجي أعمل امتصاص الكرة أو كتم الكرة والكلام ده على طول امسك الكره يا ولد طلع الكره امتص لا ده ليها خطوات تعليميه تدريجيه تدمي. لغايه ما الولد يوصل للتعلم المهاري السليم تمام. ما يخشش في المهاره على طول. فلازم عمليه انتقاء المدربين للمراحل السنيه دي كمان. وبعدين عاوز اقول لك حاجه اتفضل. يعني على الاقل المدرب اللي معاه الرخصه التدريبيه ايه يشتغل في المدرسه يعني مش تقليل من قيمته لا تمام. هو شغل في مدرسة ده أي حد يشتغل في مدرسة دي أصعب مرحلة في من مراحل التعلم والتدريب هي مدرسة الكورة. يعني أنا بقول إيه فضل. إن الرخص التدريبية تشتغل في مدرسة الكورة والناشئين وفي المراحل كلها يبقى المدير الفني في مدرسة الكورة يبقى معاه الرخصة التدريبية إيه والمساعد بتاعه يبقى معاه بي تمام. أو سي ما فيش بس المدرب الأساسي المدير الفني يبقى معاه الرخصة إيه. وبعدين أنا لما كنت في الكويت الحاجة الجميلة في الاتحاد الكويتي كان بيعمل ايه بقى؟ طب ممكن قبل ما نتكلم على الكويت تحكي لنا رحلتك مع الكويت وقعدت فيها كام سنة وافرزت اللاعبين اللي لهم اسماء برضه؟ انا قعدت في الكويت 35 سنة. طب قبل ما نخش على رحلة الكويت كابتن مجدي معلش معانا الكابتن احمد القصاص الناقد الرياضي. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك كابتن احمد ربنا يخليك. معانا الكابتن مجدي السالم مدير اكاديميات قطاع الكرة بنادي الزمالك. اهلا بيك تحياتي لك وللساده المشاهدين. اهلا ان شاء الله نستمتع بوقتكم الجميل. يا حبيبي كابتن احمد من الشخصيات الجميله. كابتن احمد يعني ايه رايك في مباراتين الاهلي اليوم مع سيمبا التنزاني ومباراه الزمالك؟ يعني انا هنتكلم على الدوري الممتاز او دوري الابطال باختصار. تمام. ان انا هقول ان الاهلي والزمالك النهارده ما كانوش دون يعني كانوا دون المستوى لان طبعا النهارده انت بتلعب مع قطبين الاهلي والزمالك. تمام. سمعه لهم تاريخ وخبرات وتاريخ عريق طبعا في كره القدم سواء المصريه او الافريقيه او الدوليه. يعني النهارده انا عاتب عن المديرين الفنيين سواء موسيماني او طبعا باتيشكو في الزمالك الاثنين كانوا النهارده دون المستوى ان هم اعتمدوا على اللعب يعني على الشق الدفاعي اكتر من هجومي. يعني عايزين نقول بالفلاحي الزمالك كان نازل برضه الى حد ما كان بيلعب بحذر شويه ولقى نفس القصه مش ده الاهلي ومش ده الزمالك. متعود دايما الزمالك لما يلعب سواء بيلعب في مصر او بره مصر هو بيلعب دايما جيم مفتوح. خبرات الاهلي والزمالك والتاريخ تخليهم الافضل فنيا وتكتيكيا لكن
لكن النهارده انا عاتب كان الزمالك والاهلي عندهم تحفظات كتير في طريقه اللعب، او ده اللي خلى شكل الزمالك او ما منحش الزمالك والاهلي المكسب. الاهلي برضو كان اخطاه زي ما قلنا، موسيماني كان ليه اخطاء كتيره مش هنتكلم عليها، اخطاء وتغييرات وتشكيل وحف حاجات النهارده يعني مش هي اللي احنا متعودين منها في فريق النادي الاهلي العريق. لكن اتمنى طبعا التعادل بيعتبر لحد ما في وسط الاجواء الحاره التعادل الى حد ما وبنفس اسلوب اللعب ده يعتبر مكسب للاهلي والزمالك، وان شاء الله الماتشات في القاهره نعوض وان شاء الله نركب المجموعه سواء مجموعه الاهلي او مجموعه الزمالك ان شاء الله. كابتن احمد بالنسبه للقسم الثاني، وطبعا دخلنا في ذروه القسم الثاني، كابتن احمد مباراه الممتاز به، عايز اقول لك سريعا بقى هندخل في حاجه مهمه جدا. اتفضل. انت النهارده فاضل لك ما يقرب من 40 او 45 مباراه على انتهاء الدور الاول. الدور الاول انت هتنهي المسابقه في شهر 7، ودي الكارثه والمصيبه لكل المدربين في الصعيد ورؤساء الانديه واللعيبه خايفين منها، انك انت هتلعب شهر 6 و7 في الصعيد، لانك انت هتريح الدوري في رمضان، يبقى انت هتلعب في اجواء حاره، الاجواء الحاره دي هترتب عليها مشاكل للاعيبه انديه الصعيد، طبعا مش هيقدر حد يتحمل ده، هيترتب عليه اصابات كتيره، هيترتب عليه مبدا عدم تكافؤ الفرص بين الانديه، لان هيبقى في مجموعه بتلعب في اجواء الى حد ما اللي في اول الصعيد معتدله، اللي هي جوه الصعيد الجنوب طبعا هتبقى اجواء حاره، ده هيبقى في مشاكل. اتمنى ان اللجنه الثلاثيه او المهندس احمد مجاهد ان هو يتدارك ده ويبدا في رمضان يلعب المباريات او بعض المباريات ان شاء الله كل اسبوع في رمضان يلعب جوله، يلعب على اضواء الكشفه دي هيكون او ضغط المباريات يا استاذ احمد، او ضغط المباريات قبل الدوري ممكن يلعب كل اربع ايام مباراه. تمام. وده هيخلص الدوري بدري وهيخلي ليه بقى ده هيعود عليك يا كابتن احمد في حاجه كمان. طب. انك انت هتنهي الدوري في 7 نص 7 لازم تريح 15 يوم، هتبدا في 8 عايز فتره اعداد شهرين، الانديه رؤساء مجلس الاداره زي ما انت عارف لسه طالعين من ازمات كورونا، عندهم ازمات اقتصاديه، كل رئيس نادي عايز شهرين ثلاثه يبدا يجهز او يرصد مبالغ ماليه للدوري الجديد عشان يرصد في خلال شهرين يا دوبك شهرين يكفوه ان هو تعاقدات جديده ومدير فني جديد ولبس جديد ومعسكر طبعا وفتره اعداد ومباراه وديه، كل ده مطلوب من وزاره الانديه. يبقى لازم اتحاد الكوره ينهي الدوري بدري عشان تلحق الانديه، لو احمد مجاهد نجح انه يعمل ديت انا هضرب تعظيم سلام لاحمد مجاهد، هو قدها طبعا ان شاء الله قبل رمضان بحيث انك تاخد رمضان شهر 6 شهر 5 و6 و7 تريح الانديه رؤساء مجلس الاداره ياخدوا يلتقطوا الانفاس، لان النهارده يا استاذ احمد راح اقول لك على مفاجاه. فضل. معظم 5 6 رؤساء انديه باعوا ممتلكات ليهم وحاجات ليهم للصرف على فريق الكوره، زي احمد جوهر في المريخ، زي سمير موسى في نادي الزرقاء، لسه سمير موسى بايع قطعه ارض من اسبوع عشان يصرف على فريق الكوره. يبقى انت احمد مجاهد راعي الناس ديت، خاصه انك انت ما نجحتش تسوق دوري القسم الثاني. المهندس احمد مجاهد طبعا لا يسال عن ذلك، اتحادات الكره اللي فاتت تسال عن عدم تسويق دوري القسم الثاني، لانك انت لو سوقت دوري القسم الثاني كنت حليت ازمات ماليه كتيره للانديه في ظل الازمات الاقتصاديه اللي بتعملها الانديه في مشكله كورونا. ندخل سريعا عشان الساده المشاهدين ما ناخدش وقتك كتير. المجموعه الاولى بيتصدرها الشرير الدكان 33 بونت، المنيا الثاني 28 بونت، الالومنيوم الثالث 25 بونت، دايروت الرابع 22 بونت، الخامس الالامين 21 بونت، بينافس طبعا على معركه الهبوط تحت اسمنت اسيوط في المركز الاخير 6 نقاط، فوقيه تحت المركز 15 11 نقطه، كيما اسوان 14 في المركز 14 12 نقطه، ثم سموسطه 13 نقطه. المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه القاهره الداخليه 25 نقطه، الترسانه الوصيف النهارده بعد هزيمته من النجوم في مباراه ولا اروع للمدير الفني الجديد احمد عجوز، طبعا دوري القسم الثاني كله شهد رحيل 25 مدير فني اخرهم طبعا الكابتن امير عزم جات من النجوم وقاد الفريق النهارده احمد العجوز ونجح انه يقلب دفه مجموعه القاره ويكسب الترسانه النهارده 2-1، عشان كده الترسانه تراجع لمركز الثاني برصيد 23 نقطه، بورتو السويس في الثالث 23 نقطه، كوكاكولا الرابع
الشنوطه، ثم زد مع الكابتن اسامه نبيه الشنوطه في المراكز الاخيره بلا يعني حاجه تزعل التاريخ العريق. طنطا في المركز الاخير 7 نقاط، فوقيه الزرقاء 13 نقطه، في المركز 14 النصر 13 نقطه، ثم النجوم 15 نقطه في المركز 13، بحري فاركو في المركز الاول 26 ولا اروع مع مجدي عبد العاطي، نجح انه يقلب موازين مجموعه بحري شكلا، وده المدرب اللي عنده خبرات اللي بيشتغل تحت ضغط، اللي بيلم لعيبه، اللي يعرف يوظف لعيبه كويس، اللي يعرف بنفس القماشه اللي عنده يعيد تشكيله من جديد ويرجع بعد فاركو ما كان في المركز زي ما انت عارف العاشر وال11. لا فاركو النهارده مع مجدي عبد العاطي، ده بيوريك المدرب، فرق المدرب من المدرب. مجدي عبد العاطي مدرب قدير نجح انه يقود فاركو للمركز الاول. المركز الثاني ابو قير 23 نقطه، وانا ما بلومش كابتن احمد الكاس، كابتن احمد الكاس ابو قير اتحط تحت ضغوط كتيره، منها ضغوط يلعب كل 3 مباريات ماتش، ده اثر على ابو قير، عنده اكتر من 11 اصابه نتيجه ضغط المباراه، يعني ضغط المباراه ده كان له تاثير سلبي على بعض الانديه، منها ابو قير مع الكابتن احمد الكاس اللي هم في المركز الثالث 22 نقطه، ثم البلديه 21 نقطه، وحرس الحدود في المركز الخامس 19 نقطه. شكرا جزيلا استاذ احمد القصاص الناقد الرياضي. كابتن مجدي، طبعا نادي طنطا علامه استفهام، نادي طنطا يعني هابط من الممتاز الف، يعني خلاص اوشك على الهبوط للقسم الثالث. هو على فكره الفرق اللي بتنزل من الدوري الممتاز طبعا بتبقى نازله متحطمه جدا، لما بتنزل في الدوري الدرجه الثانيه طبعا كله بيعتقد انها ممكن ايه تصعد كمان تصعد تاني. لا والله بيحصل بقى عمليه هبوط، بيحصل عمليه بس اسم يعني مكان طنطا واسمه ما هو لازم كانوا عملوا تجديد في اللاعبين، يبقى في مكافئات، نظام التدريب يتغير، ناحيه يكلموهم من الناحيه النفسيه والكلام ده، ويبتدوا يقفوا تاني. تمام. طيب نخش بقى على رحلتنا للكويت طبعا، وطبعا انت اثرت الكويت طبعا في علم كره القدم، عايزين نكلمه يعني في مجلس كده. انا اشتغلت 35 سنه، طلعت نجوم الكره الكويتيه. تمام. في المنتخب الكويتي، دوله الكويت بعتت لي في 30 يناير 2019 كرموني في نهائي كاس ولي العهد على الانجازات اللي عملتها واللاعبين اللي انا طلعتهم للمنتخب الكويتي، وكرمت في نهائي كاس ولي العهد في الكويت. ده دي حاجه جميله صراحه يعني لان انت من الشخصيات الجميله كابتن مجدي والامانه، وعملت يعني شغل كويس. طب بنخش بقى على الاكاديميات والمدربين الاكفاء اللي هم زي ما انت اشرت طبعا يكون حاصل على رخصه دوليه ايه او اعلى رخصه دوليه، لان طبعا اللعب البرعم ده اللي هي وهو النواه وهو لسه الاساس، فعايز له مدرب كفء غير الوضع اللي في مصر دلوقتي، اللي انا كده اجيب اي حد يمسك البراعم ايا كان وضعه. بص هقول لحضرتك حاجه، برضه هتكلم على الكويت. اتحاد الكره الكويتي لما اي مدرب ماسك فرقه لازم يبقى معاه رخصه، واتحاد الكره الكويتي طلع له كارنيه بان هو معاه الرخصه، يعني هيمسك مدير فني يبقى معاه الرخصه ايه. تمام. هيشتغل مساعد يبقى معاه الرخصه بي، يبقى المدربين معاهم رخص، واتحاد الكره يعتمد الكلام ده عن طريق كرنهات بتتعلق المدرب يعلقها في المباراه. تمام. بالمسمى بتاعه والرخصه التدريبيه اللي معاه. طبعا لازم الاهتمام بموضوع الرخصه التدريبيه، واتحاد الكره يهتم بالكلام ده، ولازم الانديه تتعاون مع اتحاد الكره ويجيب المدربين اللي هم مؤهلين للعمل في الفرق المختلفه. تمام. عن طريق رخص تدريبيه. طيب معنا الكابتن يوسف طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2006. اهلا وسهلا كابتن يوسف. الو. السلام عليكم كابتن احمد. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتني حبيبي واخويا كابتن احمد فواز. حبيبي كابتن مجدي سالم طبعا مدير طبعا موجود معانا في الاستوديو، مدير نادي الزمالك طبعا، قيمة وقامة وخبرة في مجال كرة القدم يعني طبعا. حبيبي كابتن يوسف. كابتن يوسف طبعا قول لنا عن أخبار المنتخب وبداية فترة الإعداد أو بداية التجمعات طبعا، عشان طبعا بيختار أو انتقاء اللاعبين الجيدين لمواليد 2006، وعلى أي أساس بيتم اختيار هؤلاء اللاعبين؟ بص يا كابتن، هو طبعا بناء على توجيهات كابتن أحمد نجاد، احنا بدأنا أول تجمع من يوم السبت في القاهرة، بقالنا يومين ثلاثة اهوت.
انتقينا حوالي من خلال رؤيتنا يعني المباريات في جميع انحاء الجمهوريه. بصراحه انتقينا حوالي 73 لاعب عملناهم على مجموعتين. تمام. كل مجموعه بتاخد 3 ايام في معسكرات مفتوحه نظرا يعني الكورونا. فطبعا اللي من خارج القاهره هو بس اللي بيبقى قاعد في المعسكر. طبعا مكان التدريب فين يا كابتن؟ لا طبعا كابتن مؤمن سليمان طبعا المدير الفني. اكيد طبعا كابتن مؤمن سليمان من الشخصيات الجميله والمدربين الاكفاء. كابتن عصام عبده لفوا ماتشات الدوري الممتاز ماتشات الجمهوريه وانتقوا اللاعبين. ده طبعا ده انتقاء مش اختيار يا كابتن يعني احنا بنشوف جميع لسه انتقاء في تجمعات المرحله العمريه ل 2006 يعني. فاحنا لسه يعني هنخلص المعسكر الاول ده ان شاء الله يوم الخميس. المعسكر فين مكانه كابتن يوسف؟ في معسكر الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. فين مكان المعسكر يا كابتن يوسف؟ نعم. مشروع الهدف ولا في استاد القاهره؟ لا لا احنا في الملعب الفرعي لاستاد القاهره والمعسكر في دار المدرعات. تمام. كابتن يوسف حراس المرمى طبعا يعني في حراس مرمى جيدين رؤيتك ليهم وهل فعلا الاحتكاك بتاع مواليد 2006 لان طبعا لسه في حداثه السن كابتن مجدي يعني انت اخترت كام حارس مرمى مثلا والانديه اللي تم اختيارها هل انديه فيها مجاملات ولا انديه ولا لعيب يستاهل وجوده في المنتخب؟ كابتن احمد انت حضرتك راجل طبعا كابتننا الكبير طبعا ده منتخب مصر يا كابتن ما ينفعش فيه مجاملات. تمام. يعني بس بنقول كلمه مجاملات عشان نسمعه المشاهدين بس لان جالنا كذا يعني هل المنتخبات فيها مجاملات؟ منتخب مصر وبعدين المفروض مجال كره القدم حتى الانديه ما فيش حاجه اسمها مجاملات. تمام. الناس كلها دلوقتي فاهمه كوره وبتتفرج على الكوره وشايفه وبتفهم اللي اللعيب الوحش بيبان واللعيب الكويس بيبان ما فيش مجاملات اللي بيجامل بينكشف. طب ان احنا بنهديك يا كابتن كابتن يوسف بنهديك حارس مرمى اسمه عبد المنعم تامر حارس مرمى 2006 قوام جيد بيلعب في نادي زد يا ريت يعني ايه يشمل طبعا نظره ليكم ان شاء الله. كابتن احنا هنبص على يعني لو وصلت لمراكز الشباب يا كابتن احنا هندي كل واحد حقه. الله يفتح عليك. تمام. اكبر عدد من انا لو لقيت انا بالنسبه لي في حته حراسه المرمى لو لقيت في اقل مركز شباب حارس يلعب وهيفيد منتخب مصر ليه لا؟ انا جالي لغايه دلوقتي 10 حراس يعني اهلي وزمالك وبيراميدز والاولمبي وانا واخد يعني تشكيله هايله وان شاء الله خير يا كابتن احمد يعني ان شاء الله هننتقي الافضل اللي يقدر يشرف مصر يعني وانتوا الافضل يا كابتن يوسف بالامانه يعني جهاز فني محترم كفء طبعا لا يعرف المجاملات طبعا بتشغله باقصى درجه ممكنه للوقوف على مستوى لاعب جيد يليق بوجوده وتمثيله للمنتخب المصري. شكرا جزيلا كابتن يوسف طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2006. شكرا يا كابتن ربنا يخليك. مع السلامه. كابتن مجدي يعني المجاملات الناس شايفه الناس بتتعب صراحه. بتعبوا في المنتخبات انتقاء يعني 73 لاعب في اول تجمع للمنتخب برضه عدد كتير ومش عايز يظلم حد. يعني جهاز فني محترم بقياده طبعا كابتن مؤمن سليمان ولكن الناس متخيله ان يعني مش هيوصل لابني ده لان في مجاملات فاحنا بنقوله لا ابنك لو كويس بنقوله على هو لو ابنه كويس هيوصل لمنتخب مصر مش للنادي الاهلي او الزمالك. لا وانا شايف مصر. هو كمان بيقول هروح مراكز الشباب وادور يعني مش سايب مكان الا ما هيدور فيه. تمام. هي المشكله دي نقطه برضو كويسه في المدرب. طبعا. تمام. هي المشكله في مصر هنا اولياء الامور. كل ولي امر معتقد ان ابنه احسن واحد في الدنيا ماشي. تمام. بس في لاعبين كتير وفي لاعبين افضل والمدربين بيشوفوا لان المراحل دي زي ما قال الكابتن هيكشف المدرب اللي هياخد واحد او هيجامل حد في المباريات هيبان. تمام. مفيش مجاملات في الكلام ده وده طبعا افضل حاجه عدم المجامله نهائي. تمام. كابتن مجدي يعني بالنسبه للبراعم مؤهلات المدرب شرط انه يكون اكاديمي وتربيه رياضيه وشرط انه يكون لاعب ولا بيكون مؤهلاته ودراساته ايه بالنسبه لمدرب البراعم؟ احنا قلنا الرخص الدوليه اللي هو الاكفى اللي حصل على اعلى رخصه دوليه يمسك لكن الدراسات بتاعته هل ممكن يكون علمي او اكاديمي حصل على بكالوريوس تربيه رياضيه؟
يعني هقول لحضرتك حاجه، مدربين زمان الاكفاء جدا ما كانوش تربيه رياضيه. تمام. يعني الكابتن حماده الشرقاوي والكابتن علي الشرف مدربين كتير عندهم الخبره، عظماء عندهم الخبره. يعني لازم الخبره والكلام دوت يبقى موجود. بجانب بقى في الوقت الحالي لازم مش شرط يكون تربيه رياضيه برضو، بس يكون دارس. ما هي الدورات التدريبيه دي اتعملت ليه؟ لان سيكولوجيه الولد يا كابتن يعني في طفوله طفوله متاخره. ما انا هقول لحضرتك الدورات الافريقيه مع احترامي ليها قليله شويه. تمام. الدورات الاسيويه قويه جدا. انا حضرت البي والاي في اسيا، حاجه ثانيه. المنهج بتاعها قوي جدا. فرق شاسع يا كابتن. تمام. وبعدين بتطلع معاك منهج ومعاك تدريبات ومعاك استفاده. دورات قويه. فيا ريت الدوره الافريقيه يبقى دوره قويه تفيد المدرب، لان مش كل اللي هيحضروا تماثل الدوره، مش كل المدربين اللي هيحضروا الدورات دي زي ما حضرتك قلت خريج تربيه رياضيه. تمام. فعشان يبقى حاضر الدوره واخد علم النفس والسيولوجي واصابات يعني يبقى واخد نواحي علميه ملم بجميع النواحي تفيد. واخد بالك؟ فلازم الدورات دي تكون قويه وشامله تفيد المدربين. تمام. طيب بالنسبه برضو البراعم زي ما قلنا في مراحل تعلم. أيوة. وما ينفعش ادخلها جو منافسات. أيوة. فانا عايز يعني في ببساطه كده او في الانجاز زي ما بيقولوا، يعني كيفيه التعامل مع الطفل، اعلمه المهارات بدايه من ايه ووصوله لايه؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. المراحل تطور اللعب، المرحله 6 و7 و8 الثلاث المراحل السنين دول دي مرحله ما فيهاش تعلم. تمام. فيها تدريبات ترويحيه، فيها تقسيمات، مراحل منتهيه وصلت لمرحله النضج. مرحله لسه ما فيهاش ناحيه تعليميه. تمام. فيها تدريب ترويحي، العاب صغيره، مسابقات، تقسيمات 4×4 3×3. نخش بقى في اول مرحله تعليميه هي مرحله 9 سنين. تمام. في محتوى، انا لسه بقول لحضرتك ايه، محتوى مهاري وبدني وخططي لكل مرحله سنيه. 9 سنين ليها محتوى، ال10 سنين ليها محتوى. انا عامل المدربين عندي في نادي الزمالك، يعني هقول لحضرتك اهو، اتفضل، عامل لهم مذكره فيها المحتويات لكل مرحله سنيه. تمام. بحيث المدرب ماسك سن 9 سنين عارف المهارات اللي هيدربها ايه. واخد بالك؟ 10 سنين كذا، واللي ماسك 10 لازم يراجع على مهارات التسعة، واللي ماسك 11 يراجع على التسعة والعشرة بجانب المهارات الايه؟ التعليمية الجديدة. يوصل لغاية سن 13 سنة في مهارات ويراجع على المهارات بقى 9 و10 و11 في تدريبات مركبة مشابهة لما يحدث في المباراة. يعني في محتوى مهاري لكل سن، العملية مش عشوائية. لا، علم حديث وحاجات كويسة في إفادة للمدرب. وبعدين أنا في رسالة الماجستير بتاعتي في، أنا عامل اختبارات من سن 9 ل13 سنة بتقيس مستوى الأداء المهاري والخططي للمراحل دي. تمام. يعني مثلا إن حاجات ركل الكرة بالقدم اليمنى واليسرى وجري 30 متر والجري الزجزاجي ورمة التماس وتنطيط الكرة على الرأس وضرب الكرة المسافة. اختبارات. وبعدين الاختبارات دي ليها درجات معياريه. تطلع نتيجه الاختبار، يعني اللعيب جاب 10 متر، جاب مثلا في 30 متر جري سبرنت، جابها في 10 ثواني، 10 ثواني دول مثلا ليه 30 40 درجه. بتتجمع الدرجات اللي بتطلع دي من الاختبارات، الدرجات المعياريه دي، وبيبان بقى مستوى اللاعب الاول الثاني الثالث في النواحي المهاريه والخططيه. ان شاء الله نلف في قطاع البراعم كده النجوم لنادي الزمالك ان شاء الله. يعني انا بقالي 3 ايام بس ماسك الاكاديميه. انا كنت في مدرسه الكره مخطط برامج التدريب ورئيس لجنه تطوير البراعم. احنا عندنا في نادي الزمالك براعم هينين، مواهب 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 تبشر بالخير في كل مراحل المدرسه، والمدربين شاغلين معاهم ان شاء الله بعلمكم الفياض كده، ان لو ان شاء الله مواهب كثيره باذن الله تليق باسم نادي الزمالك. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الدكتور مجدي سالم، مدير قطاعات او اكاديميات نادي الزمالك. شكرا جزيلا. شكرا، سعيد ان انا معك النهارده ان شاء الله، والف شكر. هنطلع لفاصل. طبعا مباراة في القسم الثالث، طبعا مباراة مركز شباب كوم حمادة ومركز شباب الحنفي، والتي فاز فيها نادي مركز شباب كوم حمادة وتصدره لدوري القسم الثالث المجموعة الثامنة. هنطلع
ونرجع لكم سريعا. ومعي ابو العميني جيديني من براعم نادي الزرقاء الرياضي، الحارس المرمى مواليد 2007 صلاح عبد الله عامر، واللاعب محمود محمد كمال حسن.